حفظكم الله يا شيخ. الحالات التي ورد ذكرها في حديث أم كلثوم وحديث أسماء بنت يزيد التي يجوز فيها الكذب، هل المراد بالكذب الكذب الحقيقي أم المعارير والتورية؟ وإذا كان حقيقي هل يقاس عليه المصلحة ودرء المفسدة؟ والكذب في ثلاث، وهي الحرب، الثاني حديث المرأة الرجل زوجته والمرأة زوجته. بعض العلماء يقول هذا هو الكذب الصريح، لأن التورية تجوز في هذا وغيره، التورية تجوز في هذا وغيره. ومنهم من يقول إن المراد التورية كما قال إبراهيم إنه يعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهي كلها تورية، والاحتياط أن لا يقول إلا تورية حتى في الحرب، لا يقول إلا تورية. ولذلك قال إن عمرو بن ود أراد المبارزة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما خرج، تعرفون المبارزة ولا لا؟ المبارزة إذا التقى الصفان طلب المبارزة، واحد منكم يبرز الواحد منا، لأنه إذا غلب أحدهما حصلت الذلة لأصحابه. لما خرج عمرو ود ليبارز علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف بالذكاء رضي الله عنه، صاحبه ما خرجت لأبارز رجلي، ما خرجت لأبارز رجلي، وش اللي حصل؟ عامل بود التفت يحسب أحد، يحسب أحد لحظة، فلما التفت ضربه عن أبي طالب على رقبة خلص. طيب هذه تورية طيبة، وفي الحرب كذلك الإصلاح بين الناس، إذا رأيت اثنين متخاصمين تصعب بينهم وفلا والله لا يذكرك إلا بخير وما أشبه ذلك، وتنوي شيء آخر. أما حديث المرأة زوجها وحديثها جاء، احذر أن تكذب عليها، لا تكذب عليها. لو تقول مثلا والله أنا شريت الثوب هذا بألف ريال وهو بعشرة ريال، وتسأل عن قيمته بالسوق ولا بعشرة ريالات، وش يصير؟ وش يصير؟ أجلنا ها؟ مشكل. نعم يحصل الضد، فلا تكذب عليه، احذر هذا. لا بأس قلنا أني أحبك وأن أنت غالت علي وما أشبه ذلك، لا بأس، وهي كذلك أيضا. وأيضا لا تحدث بهذا الحديث، إن حدثت بهذا الحديث أخذته بظاهره ثم صارت كل يوم تكذب عليك. فالظاهر لي والله أعلم أن المراد بذلك التورية، وأن الكذب الصريح لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى.